أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز اللي أنتم صورتوه ونشرتوه على مواقع التواصل الاجتماعي وصار ترند بالعراق، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي إحنا راح نطرحها أو بالمواضيع اللي أنتم تريدون تحجون بها على أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، عندكم الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، يقدر يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب، رسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي أول ملف ويانا هو ملف المعتقلين اللي ملت السجون الحكومية وغير الحكومية، السرية منها والعلنية، بآلاف المعتقلين وأغلبهم من الأبرياء واللي أذويهم وأهاليتهم مدى يسكتون عن حقهم وانتم تعرفون معاناتهم، ومطالب ذويهم أو مطلبهم الأساسي هو إقرار قانون العفو العام. العشرات من ذوي المعتقلين الظاهروا صباح اليوم الأربعاء بساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد، طالبوا بهاي التظاهرة أن يتم الإسراع بإقرار قانون العفو العام. وبحسب المقاطع اللي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ذوي المعتقلين وغالبيتهم من النساء الظاهرة صباح اليوم بساحة النسور بوسط انتشار أمني كثيف. مشاهد مسجلة أظهرت المتظاهرات هم يشكون أو هن يشكن من اللي عاني ولدهن من وضع مأساوي بالسجون، واللي عاني من عدها أيضا ذوي هؤلاء المعتقلين. هاي المطالبات بالوقت نفسه أكو مطالبات أخرى بهي تحسين واقع حال المعتقلات العراقية وضرورة الإسراع بإقرار قانون العفو العام وضرورة ضمان إخراج جميع الأبرياء من السجون. خلونا نسمع. ادور عني والله بالاماره والله العظيم 15 يوم ادور عني، لما الفاش ورمه وفاش الاداره الا طلعوا لي، وادور عني بالاماره والله 15 يوم انا ادور عني على صدام والله ما اعرف ما ادري لا طبر مخدرات لا طبر لا طبر لا يدري ولا يعلم ما يدري طبعا اكو كارثه انسانيه بالعراق، واكو جريمه حقوق انسان دا تصير بالعراق، واكو جريمه ما تتقادم وما حد راح يغفرها لاي شخص تسبب بهذا الشيء. هم الابرياء اللي قاعدين جوا السجون، يعني هو معتقل مسجون هو بريء، محكوم وهو بريء، متهم وهو بريء، والمشكله اهاليتهم يعرفون ان ولدهم ابرياء. اما الطامه الكبرى تعرفون مثلا يقول ان كنت تدري فتلك مشكله وان كنت لا تدري فتلك اعظم او مصيبه اكبر. المشكله الحكومه تدري والمسؤولين يدرون ووزير العدل يدري والقوات الامنيه تدري والقضاء يدري وكله يدرون، لا ويطلعون يصرحون ضروره اقرار قانون العفو العام لاخراج الابرياء، فكلها تدري انه اكو ابرياء بالسجون. بس المشكله وين الفعل لما يطلع لك سياسي ويغرد او يصرح على قناه تلفزيونيه يجب على القوى السياسيه ان تتكاتف فيما بينها لاقرار قانون العفو العام لاخلاء سبيل الابرياء. بس احب اقول لك حبيبي السياسي، انت بتصريحك هذا اثبتت غبائك السياسي، لانه البريء ما يحتاج عفو عام. البريء المفروض هو يعفو عنك لان انت ظلمته ودخلت السجن ظلم، واللي المفروض يقاضي القضاء ويقاضي ضباط التحقيق ويقاضي السجن ويقاضي كل من منع عنا حريته خلال هاي السنوات. اما العفو العام في دول العالم
يصدرون قانون عفو عام أو قرار عفو عام في الأعياد، في المناسبات الوطنية، في المناسبات الدينية عن بعض من ارتكب جرماً بحق آخرين، بحق نفسه، اختلاس، سرقة، بعض الجرائم اللي ما يدخلون في قانون العفو العام في تلك الدول. أما بالعراق عندنا قانون عفو عام بس تفصال، لأنه نص المحكومية وما نص المحكومية، إذا هو بريء ليش أعطي قانون عفو عام أصلا؟ قوة وميليشيات، خصوصا ميليشيات الإطار التنسيقي وقواها السياسية، دا يمارسون ضغوط كبيرة حتى يعرقلون تمرير وتشريع قانون العفو العام بصيغته الحالية، إلا وراء إجراء تعديلات جذرية تفرغه من محتوى أو تفصله حسب مزاجهم هم وحسب اللي عندهم جوا سجون من اللي اختسوا. وهذا الشيء اللي ما راح ينصف آلاف المعتقلين اللي انسجنوا ظلم بالسجون الحكومية، وشددوا أهالي المعتقلين ضرورة الإسراع بإقرار قانون العفو العام وعدم استخدام هذا القانون أو استخدام المعتقلين وقضيتهم كورقة انتخابية. خلونا نشوف. هاي كانت آراء الناس خصوصا ذوي وأمهات المعتقلين في السجون الحكومية. هاي التظاهرة اللي تشوفوها أمامكم هنا بهذا الفيديو وبهذا الفيديو الثاني، مطلبهم كان أساسي وهو أنه ضرورة إقرار قانون العفو العام وضرورة إطلاق سراح الأبرياء من السجون وضرورة أن يعرفون مصيرهم، لأنه الأم أو الأب أو الأخت أو الزوجة أو الابن أو الابنة مشكلتهم اليوم بالعراق أنهم ما يعرفون ولدهم وين، وسنين تمر عليهم بالسجون، يا أما يندله وما يقدر يشوفه، يا أما ما يندله أصلا. وبالحلقة الماضية أو قبل حلقتين اتصلت واحدة تقول أنا ابني جوي شالوه من البيت، وراها ما أعرف عنه كل شيء، حتى بالحاسبة يقولوا لي ماكو هيك اسم بالعراق. خالد الأنصاري علق على هذا الموضوع ويقول نطالب بالإسراع بإقرار قانون العفو العام وهو قانون إنساني لجميع العراقيين الأبرياء والمظلومين. أبو ياسر العراقي: نطالب بقانون العفو العام عن جميع المعتقلين الأبرياء. زينب علي: إرسال قانون العفو العام هو أهم من كل القوانين، لأن هناك أبرياء ومظلومين داخل السجون. هاشتاغ قانون العفو العام أمانة في أعناقكم. أما جلال اللهيبي يقول نطالب بالقرار قانون العفو العام والشامل عن المعتقلين والمحكومين بدون شروط أو بدون شرط أو قيد. فكانت هاي تعليقات الناس على قضية المعتقلين وقانون العفو العام. عندنا أبو حارث من محافظة نينوى، حياك الله. أبو حارث. نعم. حياك الله. والله ابن عمي ورينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا أبو حارث، ليش وريته؟ والله ورتنا هذا الحكومة. ولدنا ما ننزل هوين وخربت بيوتنا، ما أظن أنه واحد في الدنيا بنوبة والله العظيم. نعم. أنا حصل هذا صار سنين نسجلوا بنا وما يريدون يعني يسجلونك حقو. قاعد ياكلون ياخذوا فلوسهم. كل حزب قبل محافظة. نعم. كل حزب
البارحه نور المالكي قالوا احنا على طريق الهلاك، تطلعوا على العالم يا امريكا اللي من الطب وتطلع بشيكها. احنا عرفنا يابا الحكيم لازم نسجل، حسان لازم نسجل، نور المالكي لازم نسجل. السجن كل سجن، كل سجن يجيهم شهريا مليارات من الدنانير، وما ينطون السجين دولار. اذا خلوا يطلعون يقولون انت رحمه الله نشوف عظنا، نعم نشوف ربنا. لا كل من يعرف عدوه، كل من يعرف صديقه. هسه انت والله يا هالحكومه ياجيكم، ياجيكم يا هالحكومه. اقسم بالله العظيم صارت لك فوضى هذه الحكومه. نعم احنا بنواصل يوم شهرين ماكو وجبه. ما يصير. نعم. لا يتقال الله، لا يتقال الله، كلنا نقلب على راسكم. نعم. تقع الله والله لا نقلب على راسكم يا تاني تحت حفظه. نعم. ولكم ياجيكم ما اصبحتكم هالاموال هذه. انا ما عندي زمتين ما عندي لهم وين. انت خمس سنين، خمس سنين اشرع تب. كل واحد عنده يصير طفله، واحد عنده طفله واحد طفلتين. اي والله شلون انا يعني استقمت احكي لك الله وكيل. اللهم انا الله ما حصلش اربع امراض فيها. نعم. ربي يرزقك. ابونا اللي بيسجل علي. نعم. بالمطار. يا رب خليك ان شاء الله يا ولدي راح اتعلموا على الشعب. نعم. اكو ولد وادم واكو احنا كل من قالوا نسجل ولكم ما اشبعتكم. ولكم تطلعوا هذا ما تخافوا من الله كل ابرياء. ولكم كل ابرياء. ولا الله قالكم علينا الصغيران. ولكل ابرياء كل ابرياء والله بالافراد لكم طلعتم وجاتكم على ربعكم والباقي دزيتوهم للدول. ولد الخيبه السنه والله ولد السنه اربع محافظات الداعين امام الله. لهذهكم يا معودين انت غلط يا سوداني لا تحل ولا تربط. يا سوداني قاعد انت تنهب الدوله. اليوم شهرين الشعب بدون وجبه. يا سوداني تشويك كلنا ارطيل ورا المشاريع هذه سلاواتك حتمي ما عندنا. نعم. ياجيكم وممنون وشكرا يعني من المنجرة. شكرا 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 لك ابو حارس. شكرا لك ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ العزيز هذا الاخ ابو نينه يقول يا حكومه هي وين الحكومه عمي؟ ناس عصابات، ناس كلها مال حراميه. ناس جتنا ماكو للايران والامريكا وغير امريكا ماكو ويجي يقول لك حكومه. يا حكومه عمي حكومه قسم العراق يعني حتى بالاتصالات صارت طائفيه. هاي وزاره الاتصالات صارت طائفيه. يا عمي هذول عايشين على دم العراقيين وعايشين على 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 خير العراق. جوي ناس دايحه. هل قالها برايمر؟ جبنا ناس دايحه. برايمر هو اللي قالها. برايمر اعترف قال جبنا ناس سراق وناس دايحه. يعني هاي تترجى منهم، تترجى منهم غذائيه. بعد افن مو من نحكي، من نحكي راسا يقول لك هذا بحثي هذا صدامي هوادر هذه داعشي. نعم. يا عمي داعش هو مال من داعشي؟ داعشي تابع لايران، داعش تابع لايران يا عمي. داعش من جاء قام يفجر، قام يفجر ماكو حضارات بوابه نمرود فوق الموصل قبل الاسلام ب 1000 وكسر سنه فجرها. يعني هاي تفجيرها لويش؟ يعني شكو. شكو قائد قبل، شكو بناية القائد قبل كان ساحق راس المجوس، راس المجوس تفلشت البناية مالته. هذا تخطيط إيراني، تخطيط إيراني. وهذول الديول هذول هذول عمال خدمة. ومن يقول تنقلب على رسم، لا هذول ما تنقلب على رسم، ما عليهم شيء. عندهم هم إيران راح تاخذهم بحضانها. إيران تحميهم. نعم نعم. شفنا الارصفه يوميا الارصفه مسوي شكل بس الرصيف. والسوداني جاء نفس الارصفه الكرمي هل يومية الدوله سويته شنو؟ ابو الله لا يوفقني مريت الله لا يوفقك ان شاء الله. الله لا يرزقك ان شاء الله. جاء الحبيب محمد هاي العالم المغيب راحت تسجون ما حد يندلها وين؟ يعني الحلبوسي قبل فتره يطلع يقول هذول مغدورين. يعني الغدرهم منو؟ وتقول عن ابن الانبار. تقول عن ابن الانبار يلا غدرهم منه. يعني لو اكو مع احتراماتي مع احتراماتي شوخ العشائر. لو اكو عشائر صحيح تعال اول ما تسلم تسلم بالحلبوس. تعال المغدورين منو غدرهم؟ انت واحد من غدرتهم. نعم. انت واحد من المغدورين. انت لا. واحد من ضمن من ضمن الايد على هذا المجازر على على هذا ومجزره الشعب
مدبره من نور المالكي. مجزرة باكر مدبره من نور المالكي. ولا شنو والله طالب اقول لك؟ طالب الطلعه طلع انت من 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 كليه باكر وتهده بالشارع، وين المجاز؟ وينك مجاز؟ يا ليش شرطة ما ظلوا ظلوا باكر؟ اشو ما حطب عليهم؟ اشو داعش ما طب عليهم؟ نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. ابو علي من بغداد حياك الله. الله يسعدك عمي. ويسعدك. شلونك يا بيه؟ هلا بيك. اسمع هذا ابو عبد الله جابها على الدواعش. نعم. 5000 سعودي في سجن الحوت. 5000 سعودي. زين. زين ذولا هم يطلعون بالعف العام. ابو علي ابو علي. ابو علي نعم. انا انطيت مثل قبل ما يدخل ابو عبد الله، قلت في دول العالم بدايه البريء المفروض ما ينسجن وما له قانون عفو عام، البريء المفروض يطلع والسجون مليانه ابرياء، هاي أي. رقم واحد. قلت اكو بعض الجرائم في دول العالم اللي يطلعوا لهم قانون عفو عام ما يدخلون بيها، فانت جايني هسه تريد تحكي عن ذولا لو تريد تحكي عن الابرياء اللي امهاتهم وقلوبهم مشلوعه؟ هذا اللي انا بسالك اياه. زين استاذ ازهر، وهاي الشهداء وهاي الشهداء لهم خطيه مجموعه. ابو علي سؤال، ابو علي سؤال. 5 ملايين وانا مضمنهم اني ابني وابن اخوي. انا ابو علي الله يرحمهم علي الله يرحمهم ابو علي أي. ابو علي ابو علي الله يرحمهم. نعم. ماتوا نعم. شهيد او ماتوا شهداء للدفاع عن ارض الوطن، الله يرحمهم، ما ننتقص من عندهم. لكن اريد اسالك سؤال، لو نعم. لو الآية معكوسة وأولاد حضرتك ما لهم لا ناقة ولا جمل، طالعين بسيطرة الرزازة ويختفون بقدرة قادر، شنو موقفك راح يكون؟ موقف صعب. هذا الدندولة أنت جايني تحكي لي على تنظيم إرهابي دخل إلى البلد لخراب البلد، بعيدا عن من سلم البلد إلهم، بعيدا عن اللي تدربوا في إيران، بعيدا عن كل هاي الأمور. ماذا نحكي عن هذا التنظيم الإرهابي؟ إحنا دا نحكي على ذوي الأبرياء اللي قلوبهم مشلوعة. أستاذ أزل حفو نعم. خلي أحكي أستاذ أزل. نعم أستاذ أزل. نعم. بالنسبة للدواعش والله 90% من المحافظات 90%. رحم الله والدك أبو علي، لأن أنا أرفض رفض قاطع أن يتهم أي مواطن عراقي من أي محافظة كانت. لا أنا حتى لا أقول مجرم، حتى لا أقول شكرا أخوي. شكرا جزيلا لك أبو علي، شكرا جزيلا لك. هذا التنظيم الدخيل اللي دخل إلى البلد ما أسمح لأي إنسان أن يتهم عراقي بي. هذا تنظيم إرهابي دخيل، ودا نرجع ونقول دخيل. أما اتهامك إلى الشعب العراقي فأنت دا تتهم كل محافظات الشعب العراقي، لأنه وراء ما أعلن حيدر العبادي النصر وسموا جرف الصخر جرف النصر، لحد الآن يقولون أكو خلايا نائمة. سولف لي فيا نصر ويا شنو اللي صار، وصارت ورقة وفيديوهات هواية تثبت هذا الشيء. المهم عفنا من هذا الموضوع، وأرجو من الشعب العراقي أنه ما يدخلنا بهذا الموضوع، الله يخليكم. إحنا ما لنا علاقة بهذا الشيء نهائيا، لأنه نرجع ونقولكم هذا الشيء غلط في غلط في غلط وما نقبل به. أكو تظاهرة ثانية صارت بساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد، عدد من المواطنين جوي من مختلف المحافظات العراقية طبوا إلى العاصمة العراقية بغداد، اجتمعوا في ساحة النسور، سووا وقفة احتجاجية. سببها شنو؟ احتجاجا من عندهم على ارتفاع سعر صرف الدولار مرة لخ أمام الدينار العراقي، واللي ذكروا السوداني أنه هو وعد قبل لا يصير رئيس وزراء أنه يرجع الدينار مثل ما كان، واللي كان ما راضي على تخفيض قيمته أمام الدولار قبل لا يجيبوه للمنصب. خلونا نشوف. اشتركوا
بهالفيديو اكو فيديو ثاني بمشاهد ثانية لتجمع الآلاف من العراقيين بساحة النسور، واللي نددوا بحكومة إطار التنسيق الموالية لإيران، ونددوا فشلها بتنفيذ الوعود اللي وعدتها للشعب العراقي، واللي أقل ما يقال عنها أنه هي صارت وعد عرقوب اللي بس يسمعون بها بس ما يشوفون شيء منها، ونددوا بسياساتها اللي أدت إلى ضعف الدينار أمام الدولار وتراجعة. خلونا نشوف. وإنذار وخطوة أقوى من الاعتصام والبقاء بالشارع والتأثير على القوات الأمنية. شنو الخطوة؟ احنا مظلومين واصحاب حق. حكومة السوداني شذبت علينا وخدعت الشعب العراقي، والشعب اللي قال انطوهم مجال اليوم عرف محمد الشياع السوداني اللي قال اي ربط سككي ما ذكر مسافرين غير اي ربط سككي مرفوض ويضر بالعراق ومواني العراق. واليوم يجي هو يخلي حجر الاساس لربط سككي مع ايران، وهذا ظلم للعراق وللعراقيين والتاريخ ولابوه ولعائلته، فمرفوض الربط السككي. وايضا قضية الاعتداءات الكويتية المصانع العراقية اللي ما خطأ، فالعراقيين عرفوا انه محمد الشياع السوداني جاي يكذب على نفسه، هو الكلام اللي يحكيه جاي خالفه. كيف بالعراقيين؟ فكشفنا اكو كذب اكو خداع. لذلك اليوم جينا خلي يسمع لك الشريف، سواء بالاطار بالحكومة بالاحزاب كل شريف، بعد يومين لا تقول ذولا دافعتهم السفارة، ترى السفارة هي جاي ترتب أمور الحكومة. هاي كانت تظاهرات العراقيين في ساحة النسور، واحدة للمطالبة بالعفو العام والثانية بإعادة الدينار إلى وضع الطبيعي أمام الدولار. الناس علقت على هذا الموضوع. علي جاسم الفيصل يقول: كل هذه الطبقة السياسية الفاسدة إلى مزبلة التاريخ، وسيصنع أبطالنا المظلومون مستقبل العراق. أبو ليث الذبحاوي: حياهم الله وينصرهم على أعداء العراق وشعبه، وحفظهم الله من كل سوء، وكل الشرفاء والوطنيين معهم. علي حمزة الزبيدي: الدولار ماكو شريف نزله، دولة بعظمتها ما تسيطر على السوق والتجار. علي أبو علي: إذا صلح القضاء صلح البلد، القضاء فاسد هو يد الحكومة والأحزاب. فكانت هاي تعليقات الناس على هاي القضية. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افندي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بالنسبه لهذا التخبط الحكومي، يعني احنا البلد على حسب ما يقولون انه مستقر سياسيا ومتفقين هم، والحكومه جاي تؤدي اعمالها الفاشله. يعني هذا الضغط على الدينار العراقي وهبوط الدينار العراقي، شنو واحد يفسره؟ يعني الاقتصاديين اللي موجودين وهو مستشارين عند رئيس الوزراء ما يقدر ينصحونه يقولوا له احنا شلون واحد يدعم الدينار العراقي؟ ما يعرفون يكعلون المصانع اللي تم تعطيلها متعمدين في سبيل احنا نستورد من ايران ونصير دولة مستوردة فقط، ما عندنا اي انتاج. هاي اليد العاملة والموارد البشرية اللي عندنا المفروض غير واحد يستغلهم في سبيل يصير عندنا اكتفاء ذاتي، او دعم وزارة التجارة بمواد غذائية في سبيل يستقر السوق. يعني ما عندنا لا حرب، لا مشاركين بحرب، لا علينا عقوبات اقتصادية، كلها سببها سبب واحد لهبوط الدينار العراقي، هو تهريب العملة الصعبة الدولار إلى خارج العراق، إلى لبنان والعراق والعفو إيران وسوريا ولبنان والحوثيين، أو تهرب بأسماء إلى دبي أو إلى أوروبا. السياسيين الموجودين قلة الدولار بالسوق العراقي وبالشارع العراقي هي تؤدي الى هبوط الدينار العراقي. ماكو دولار، كله جاي يسرقونه ويهربونه بعدة حجج، زين كاش وغيرها، وستر يونيون اللي هي كلها وراها ناس معممين وقادة احزاب ومصارف تابعة لاحزاب كلها فاسدة، بحيث امريكا المحتلة نزلت عقوبات على عدة مصارف، لان تعرف هاي المصارف ورا تهريب الدولار الدولار العراقي. اذا احنا ما عندنا خطه اقتصاديه، او هم يقدرون يخلون الدينار العراقي يستقر. نعم. ادعموا الزراعه في سبيل يصير عندنا اكتفاء ذاتي من الزراعه، وخلي الفلاح يعمل، خلي وزاره الزراعه العاطل عن العمل من وزيرها الى اصغر موظف كلهم عاطلين عن العمل، ما جاي يشتغلون ولا جاي يقدمون فتشيل المجتمع العراقي.
لا هم ولا وزارة الصناعة ولا وزارة الصحة ولا وزارة التجارة، كل الوزارات عاطلة عن العمل. شلون ما يصير عندنا تخبط بإدارة الدولة اقتصاديا؟ هاي كلها جاي وهرب الدولار إلى خارج العراق، والعراق قاعد ما يعرف شكماك. كل الأراضي والمشاريع اللي يقومون بيها في بغداد والمحافظات هي تابعة على قطاع خاص وتابعة على قادة بالميليشيات وقادة بالأحزاب. المواطن العراقي استلم شقة في يوم من 20 سنة مثل شخص. نعم نعم تسمعني استاذ؟ أسمعك. المواطن العراقي سواء بالجنوب أو بالغرب أو بالشمال من جاي تبنى هاي كل هالمجمعات السكنية اللي ما حد يعرفها المن ومن المستفيد. كل هالمستفيدين هم قادة الأحزاب، يأخذون أراضي الدولة يبنون عليها مجمعات يبيعوها ويقلبون العملة مالتهم إلى 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 أملاك إلى إلى مجمعات. لكن المواطن العراقي أو الموظف البسيط والعاطلين عن العمل ما حد يجي قال لهم هذا سكن لكم. التجاوزات اللي جاي تصير، كل المشاريع معطلة معطلة، ما عندنا أي إنجاز. هاي الحكومات المتعاقبة 20 سنة ما عندهم إنجاز يذكر واحد يفتخر به. بأي مجال نجحهم؟ كل المجالات فشل في فشل، ويريدون الدينار العراقي. المواطن العراقي يريده يستقر، شلون يستقر على هيك إدارة؟ والمرجعية عندها علم، عندها علم كل اللي جاي يصير موافقتها. قادة الأحزاب هم جزء من الفساد، القضاء جزء من الفساد، المحافظين، البرلمانيين، مجالس المحافظة، الناس اللي اليد الثانية الخفية اللي تشتغل هذول الواجهة الحقيقية من الشركات وهمية ومقاولين ومشاريع وهمية، كلهم شركاء في تدمير العملة العراقية. وإحنا الضحية، المشكلة إحنا الضحية. النفط جاي واع والمواطن العراقي ما جاي يستفاد من عنده على واقع الحال. والله حطوا لهم جلوب، والله طوا لهم شارع، هو هاي الحياة بس يعني خدمات كل شيء ماكو. لا مدارس تعليم براسه خير، لا دفاع مسيطر على الملف الأمني، لا داخلية مسيطر على الملف الأمني، العصابات الجول والصول بالعراق، الاختراقات من كل دول الجوار ما حد يقدر يمسها. شلون السوداني يروح يسوي يخلي ويضع حجر الأساس على سكة حديد هي ضرب بالاقتصاد العراقي؟ شلون يسوي هيك ما حد يعرف. تنفع سيادة فبالتأكيد يسويها. نعم شكرا. نعم. شكرا شكرا لك أخ صباح. بس عندي كلمة أحب أوجهها إلى الأخ أبو علي من بغداد وكل من عنده نفس الرأي. المحارق اللي تصير بميانمار والصين والجرائم اللي تصير بحق المسلمين والهند وغيرها وغيرها والتطاول على المصحف الشريف وعلى الإسلام وعلى الرسول ما حد يجرمها، هاي حرية شخصية. حتى محرقة الهولوكوست اللي قام بها هتلر أيام ما كان هو فهرر ألمانيا ضد اليهود جرمت، لكن ما جرب الشعب الألماني ولم يجرم أحد، فقط جرم الحزب النازي وقياداته والمحاكم اللي صارت بعد انتهاء الحرب العالمية ضد قيادات الحزب النازي، حتى مو ضد العناصر إلا بالعراق. مسرحية أمريكية صهيونية إيرانية لإيجاد تنظيم إرهابي يدخلوه بثلاث محافظات ويرجعون الناس ويقولون 90% من عندهم إرهابيين. ما أعرف شنو السر. حتى المقاومة العراقية ضد المحتل الأمريكي بال2003 صاروا إرهابيين. الدولة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق مقاطع مصورة بينت غضب المواطن العراقي خصوصا المسافر على متن خطوط شركة فلاي بغداد بسبب تأخر الرحلات بمطار بغداد الدولي والساعات طويلة. وهاي كثيرا ما تتكرر هاي الحالة سواء بالمطارات داخل العراق أو خارج بلدان أخرى. هذا اللي خلى المسافر العراقي ينتظر ساعات وساعات وساعات بالمطار من دون غيرها من الشركات. خلونا نشوف هاي اللي صاير بمطار بغداد اليوم. والدولة خرج مرض بس لا سكيات وقوط. أسرد واحد يفهمني شنو هاي مطار سوق حرامية. هسا كوما سوري يطلع يفهم المسافر بالتأخير. لا هو سوق خرج، لا هو مريدي. هذا حال المسافر العراقي لما يطلع ويا شركة غير رصينة يملكها واحد
اسمع عمار الحكيم. بحسب المقاطع اللي انتشرت اليوم، المسافرين حملوا الجهات الحكومية اللي صار لهم، سووا وقفة احتجاجية بداخل مطار بغداد، وعدد منهم قال انه الشركة لحد الآن ما اعتذرت من عندهم، حملوا الشركة اللي هي فلاي بغداد وصاحبها ووزير النقل وسلطة الطيران المدني المسؤولية عن تأخير الرحلات المستمر، ورددوا شعارات مناهضة للفساد الحكومي وسوء الإدارة بأثناء الوقفة اللي نظموها بداخل المطار بسبب تأخر الرحلات. وشكاوى المسافرين تتواصل بسبب كثرة الحالات السلبية اللي سجلها طائرات داخل مطار بغداد، آخرها تعطل باب واحدة من الطائرات واختناق الركاب بداخلها. خلونا نشوف. شوف دول التأكيد المسؤولين اللي كانوا برا ما كانوا يشوفون المطارات إذا ساعة تأخروا يرجعونهم التذكرة ويحتضرون منهم وينطوهم تعويض. هذا الوظف شبيده الخياس الخياس من الحكومة، من رئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ومن وزير النقل ومن مدير الخطوط ومن مدير الخطوط، كلهم حرامية، كلهم حرامية. كلا للفساد، كلا 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 كلا بلاي بغداد، كلا كلا بلاي بغداد، كلا كلا بلاي بغداد، كلا كلا بلاي بغداد. طبعا اللي حكوه بالفيديو صحيح، راح احكي لكم تجربة شخصية. كنت مسافر على متن واحدة من الشركات العالمية لإحدى دول الجوار، مسافر من دولة إلى دولة وعندي ترانزيت في مكان ما. بسبب ظرف جوي قاهر تأخرت الرحلة الأولى، والترانزيت كانت عندي المسافة قصيرة فعبرت علي الرحلة الثانية. فمن وصلنا إلى المطار لقينا موظفة من الشركة اللي احنا حاجزين عليها التيكت أنا وعائلتي تنتظرنا، احنا واللي عندنا ترانزيت اعتذروا من عندنا بسبب التأخير ووجدولنا تيكت بديل وطائرة بديلة في ساعة أخرى، ووصلنا إلى وجهتنا لأنه إحنا حاجزين ودافعين فلوس والخلل مو من عندنا، من عندهم هم. كان أكو اعتذار وطريقة حلوة بالتعامل. أما بالعراق هذا الحال، أحد المسافرين شو استنكر؟ أحد المسافرين استنكر الإهمال من قبل شركة فلاي بغداد، بس مو للطيارات وللناس، إهمالهم لمشاعر الناس وعدم تقديمهم اعتذار للمسافرين بسبب التأخر اللي طول ساعات بدون أي اهتمام لا لحال المسافر ولا ظروفه. خلونا نسمع. احنا من الساعة 12 هنا، لا اجانا موظف قال آسف، لا جابنا غدا، لا جابنا عشاء، لا اعتذروا من عندنا، لا عندهم احترام للمواطن. وزير النقل تتحمل المسؤولية كاملة، انت رأس الهرم، رئيس سلطة الطيران، مسؤول المطار، شركة فلاي بغداد فاسدة، والدليل على فسادها ما حد اجى اعتذر من هذه الناس كلها. احنا من 12 ما واقفين ولا شارفين. الطيارات ما طالعه سوريا. كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا فلاي بغداد، كلا كلا فلاي بغداد. الكم منا نص ساعه، اذا ما صار حل لهذه المسافرين راح نسوي ضجه بكل المطار ونوقف المطار وما نخلي اي طياره تطير. والله عاشتي دلين حقه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك علي ابو آلية يقول: كثرت الحالات التي تسبب شركه فلاي بغداد غير ملتزمه بالوقت، من المفترض ان تتم محاسبه الشركه. حسين علي: الماسكين المهام الوظيفيه في المطار اغلبهم جاءت بهم الصدفه الغبره لهذه الوظائف، ما يفهمون باداره المطار. جواد كاظم: فلاي بغداد المفروض تتعاقب وهاي دائما ما عندها التزام بالوقت. اما الفواطم تقول: حقكم والله حقكم، الفساد وعدم احترام المسافر صار عادي ومتاح بالمطارات العراقيه، وين رايح يا بلد ما نعرف. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. من الناصريه ابو محمد حياك الله. وبركاته استاذ عزت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لقناة الرافدين ولكل قناة شريفة تنقل صوت المواطن العراقي المظلوم. حياك الله أخوي. أستاذ نحن حقيقة من نطلع مظاهرات. نعم. احنا نطالب ترى بأبسط الأشياء. أبسط الأشياء دولة ما جاي ينفذونها للشعب العراقي. نعم. أنت تفضلت واختصرت الموضوع لكل أبناء الشعب العراقي. نعم. يعني من خدمات إنترنت، من خدمات أخرى، كهرباء، ما هاي كلها صفر عندنا. هذا الشط اللي يجي من تركيا راح نشف صار صفر. طيب يعني أنتم اللي تردون شنها من العراق؟ يعني تردون تطون مثل تركيا نفط مقابل ماي عمطوها وطونا ماي؟ تردون مثلا والله يا أستاذ طرى هاجرت للمدن عندنا هس. نعم. طرى هاجرت حتى بير الحفرة ماكو. هذه نقطة. السوق كيلو طماطة صار بألف وبألف ونص، هاي انتهينا منها. مواد غذائية، فذولا ملتهين بس بالحملات الانتخابية مالتهم. زين أبو محمد، سؤال بس من رخصتك، سؤال صغير. نعم. ما أكو بلد بصفنا متنعم بنفط العراق وبالديطينة كهرباء بفلوس وغاز بفلوس وغيرها بفلوس والتجارة ماشية. نعم. وياه 100% وقطع عليك 40 رافد. زين هذا شلون راح يتعاملون وياه؟ البلد قصدك إيران مو أستاذ أزل؟ طبعاً. الإيران يا أستاذنا العزيز هي تنهبينا ومسلبتنا، وذولا عملاء هنا لها وكلاء. نعم. ذولا مو وطنيين حتى يخدمون العراق ويقدمون للعراق خدمة. نعم. أنا شنو شفته من عندهم؟ أنا رحت لإيران للزيارة، الله وكيلك ما شفت لي واحد قدم لي خدمة، كله بفلوس. وإحنا نحترمهم ونقدرهم ونحطهم على رؤوسنا كزائرين. يعني أنت تقطع علي الماي أبو إيران، وين أنت تقول أنا شيعي وأنا مسلم وإحنا نرفض حكم يزيد وقطع الماء عن الإمام الحسين عليه السلام؟ زين ليش تقاطع الماء عن شيعة الإمام علي؟ إحنا مو جنوب شيعة، ليش تقطع الماء عنا؟ لا والله أبو محمد أنا أتعارض وياك بهاي النقطة. أنا أحترم كل من يجيني وأقدر كل من يجيني وأكون مضياف ويا كل من يجيني، على شرط أن لا ينتهي كرامة أي واحد ببلدي. نعم أستاذ أزل. نعم. أنا أقصد لك هذولا مواطنين. نعم. ما أعرف شنو تعارضك قلت، ما أعرف خصوص شنو. لا القصد يعني أقول لك العراقي من يروح لإيران ما حد يدير له باله، ينخطفون قاموا بإيران يطالبون أهلهم بفدية. فأنا اللي يجيني هلبي أحترمه وقدره، بس على شرط يحترم نفسه ويقعد من محترم. أي بلد يا أستاذ؟ يحترم نفسه. نعم. ويقعد محترم. بكل واحد. ما يضرب لي موظف. نعم. بمطار النجف، ما يدفر لي باب. نعم. بالحدود، ما يوزع لي مخدرات. نعم. ما يتجاوز هذا، ما يقتل. نعم. لي واحد بسكينه بكربله. طيب وين السياده؟ سياده وينها يا استاذ ازل؟ اكو للعراق سياده واكو للعراق هيبه لو ما اكو. يعني فوضى، انا هسه اشفت الحدود فوضى، اروح انا ادخل على بيت. نعم. ما يصير يا استاذ ازل. نعم 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 نعم. لذلك احنا جاي نقول ذولا ناس سلابه، ذولا سراق. نعم. دولة دمروا البلد. وصلت. شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رحم والديك النائب العراقي ايش قد ياخذ راتب؟ اوه ملايين. لا ايش قد ياخذ راتب الرسمي؟ لا ايش قد؟ والله المشكله قام يضيع الرسمي، لانه المو رسميات 10 اضعاف الرسمي. يعني قول 10 ملايين، قول 15 مليون، قول 50 مليون. إلا والحماية تقول له ما يكفلنا. شو هاي نواب الديوانية قامت تطش مليارات، منين جابوها؟ لا شعب الديوانية جوعان، قاموا بالشارع يدترون لتر فلوس. نعم نعم نعم. هم حطاية وجودة شسمة، منين هم هاي؟ من الكومشينات على السياسة النواب. على الفساد على غيرها وغيرها هواي. يعني عمل شيء بالتناب يوزع بالشارع، يوزع بالشارع فلوس. منين جابوا ال 12 مليون؟ منين جابوها؟ ولكم الديوانيه نص بيوت طين. نعم. اخذ بالانترنت وشوفها بنص المحافظه، بنص المحافظه بيوت طين وعدا عربان ومات الحيوانات لسه بعد عندهم. نعم. عندكم المليارات. نعم. ولكم الديوانيه لا اتخذتوا لكم نائب واحد من الديوانيه بعد اربع سنوات تعيشون تحت الذل. تحت الذل. شيلوا حظر، لا تنتخبون واحد من الديوانيه. كل حكومة الديوانية اللي حكمت وجماعة الديوانية وباطلة لا تنتخبونها. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو علي وأعتذر منك. قوة من قيادة شرطة البصرة، طبعا الحكومة ما تقدر على السياسيين اللي ينتهكون ويسرقون أراضي مملوكة للدولة ويبنون مولات وغيرها وغيرها، لكن
قدرتهم على المواطن. بمنطقة الخربطلية قيادة شرطة البصرة ولجنة التجاوزات وموظفين بمديرية الكهرباء بالبصرة هدموا عدد من دور المواطنين بذريعة التجاوز وقطعوا التيار الكهربائي عن المنطقة والمنازل. وبحسب شهود عيان أن القوى الجيجتي نفذت إزالة التجاوزات واستخدمت كلمات بذيئة ومشينة بحق المواطنين والنساء واعتقلت بعض الشباب من أهالي المنطقة اللي حاولوا منع هدم بيوتهم. خلونا نشوف. الله أكبر عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وين نروح؟ يا المرجعية يا المحافظ سووا لنا جار. الله أكبر. الدين ما فاكينا. الدين منهم. وهاي هاي هاي ملي. حرام والله حرام. والله حرام. فشنو كنتوا على قاعدين؟ وين نروح؟ شنو فرقهم عن الحكومة الصهيونية بقطاع غزة؟ ما أدري. هم ذولاك مشغلين شفلاتهم يفلشون بيوت الناس وذولا نفس الشيء. عمي تجاوز وتردون تفشلوها والله على عيني وراسي. انطي بديل واخذ المكان. مواطن من محافظة البصرة من ذوي الاحتياجات الخاصة فلش بيته بسبب التجاوز وسأل الناس الحكومة شنو اللي راح يصير هذا المواطن لعائلته؟ وين راح يروح؟ وين يعيشون؟ شنو السكن الملائم لذوي الإعاقة؟ وين العيش الكريم إلهم؟ وين راح نودي هاي الشريحة المهمشة والمسلوبة لكل حقوقهم؟ وإلى متى هذا الإجحاف؟ خلونا نشوف. هاي حكومتنا المعاق ما عدت بعد تكون بيكي حكومتنا شو عدت؟ إيش عاد والله المعاق ما عدت قاعد أشون بيكي معقول؟ هاي حكومتنا صور لي ماك حصور يقتلني شنو بنعمل؟ هاي الحرامية قاعد يفرشون بيتني وكلهم عندهم كراجات. ارجع لورا عنده ريال معوق الله وكيلك وقاعد يفرشون بيتي وانا معوق نعب الله على المسؤولين. وهذا المقطع شوف والله كيف البيت اللي عندهم ما عندهم هالطابوقات شوف لو لالي. وهاي الحكومة تفلش تحاكي هذا ما عندك كيلو وقلت لك صار الحكومة شوفها بعد هاي شوفها قاعد يفرشون. هذا حال المواطن بالبصرة وذوي الاحتياجات الخاصة اللي المفروض حكومة يترعى تقول له تعال حبيبي هذا بيتك. عبود علق يقول أشو يرحون على الفقرة يطبقون أكو محلات راقية ببغداد أشو ما حد يجي يمهم. سيف سعد الله وقبر على كل ظالم حوبة هاي الناس تبين بالدنيا قبل الآخرة. زيد الخير حكومة فاشلة ولا تراعي الفقراء والمساكين والمحتاجين والموظف البسيط فقط أحزابها. زعيم الغالي يقول عمي حرام عليكم يا المحافظ وين تروح هاي العوائل الفقرة مو هاي كلها برقبتك منو سكن لهم وأمنوا سكن لهم وهم يطلعون أما هيجي حرام ما يصير. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام تعرفون أنه بالعراق اليوم سعر صرف الدولار زاد أمام الدينار العراقي. لهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي سلط الضوء على استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار بوسط أزمة اقتصادية بهذا الانفوجرافيك. خلونا نشوفه. اليوم بحكومة محمد الشاع السوداني اللي يعتقد مثل سابقه مصطفى الكاظمي هو فقط أوبر تخدير للشعب العراقي وسوى الدولار 156 ألف دينار أبشركم اليوم عجلة العمل كلها توقفت. ليست عجلة العمل وحدها فمصالح المواطنين تعطلت بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي دون حلول حكومية ما فاقم من معاناة المواطنين وتصاعد النقمة الشعبية ضد سياسات حكومة السوداني صاحب الاستعراضات الإعلامية الزائفة كما يحلو للبعض تسميته. حكومة تثقل العراقيين بالأزمات فضلاً عن مضاعفتها لأعباء المعيشة على الفقراء حتى وصلت إلى رغيف الخبز الذي ارتفع بدوره نتيجة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع المعيشي للعراقيين لا سيما أن أغلب المواد الغذائية تستورد من الخارج. قاعد نبيع خمسة لأنه طحين تركي هم يعطونا طحين أسمر الوجبة اللي يوزعونها للعالم مثل خبز ولا تنوكل. حكومة تتعمد إذلال المواطن واستغلال حاجته
في ظل غياب الرقابة على منافذ بيع العملة الرسمية وغير الرسمية، على الرغم من الزيارة الأخيرة لمساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، والتي أكدت على أن الحكومة في بغداد لم تؤدي عملها في إيقاف عمليات تحويل الأموال المشبوهة إلى إيران، وسط معلومات متداولة عن حزمة عقوبات جديدة تنتظر عدة مصارف تديرها جهات ولائية تتبع الحرس الإيراني. احنا هنا جاي نعاني، هاي إلنا 7 أيام، أكو ناس 7 أيام جاهزين إلى وأكو أكثر. المعاناة أن الشركات كل واحد يحولك على الثاني. وبينما يسعى المواطن العراقي جاهدا لتأمين حاجته من الدولار لأغراض السفر أو التجارة، وسط معاناة متفاقمة أمام منافذ بيع العملة، تطلق إيران مخيلتها وتكشف عما بجعبتها من وسائل للإضرار باقتصاد العراق، بعد استغلالها موسم الزيارة الأربعينية مؤخرا في تعزيز رصيدها من العملة الأجنبية عبر ضخ العملة المزورة للأسواق المحلية في العراق، إلى جانب إغراقها بالدينار العراقي بعد إعلان مصرفها المركزي توزيع 200,000 دينار عراقي على كل زائر إيراني للحفاظ على النقد الأجنبي في سابقة لم تحصل من قبل، بعد استبدال نحو 4 ملايين زائر إيراني تلك الأموال بالدولارات العراقية في أكبر عملية تحويل للعملة أمام مرأى البنك المركزي العراقي، الذي التزم الصمت حيال الخطوة الإيرانية للحد من تهاوي التومان على حساب الدينار. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، بالنسبة للواتساب يقول ندعو قناتكم وقرة إلى إطلاق حملة شعبية للضغط من أجل دفع الحكومة لإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والإفراج عنهم، لأنهم قضوا عشرات السنوات في السجون تحت التعذيب، وخصوصا السجون اليوم مكتظة ومنتشرة فيها الأمراض والأوبئة. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم يوم الجمعة بإذن الله. انتظروني، في أمان الله.